في إطار تحفيز وتشجيع التلاميذ على أداء دراسي متميز، نظمت مجموعة مدارس ميلتون سكول الخصوصية بمدينة برشيد يوم السبت 24 يونيو 2023 حفل نهاية الموسم الدراسي. الحفل الختامي تخللته مجموعة من اللوحات التعبيرية وعروض وفقرات إنشادية من إنشاد وتجسيد تلاميذ وتلميذات المؤسسة وتحت تأطير الأطر التربوية بالمؤسسة. نتواجد اليوم بمؤسسة ميلتون سكول للاحتفال باختتام الموسم الدراسي. هذا اليوم يشاركون فيه الآباء والأمهات لنتقاسم فرحة الأطفال. هذا الاختتام هو بمثابة يعني تتويج لسنة كاملة من العمل الدؤوب، من العمل المتواصل، اللذين أسفرا على تحقيق نتائج مفرحة. وسنبقى دائما أوفياء لوعودنا لنحقق أحسن النتائج المرجوة. كنشكر هذه المؤسسة على هذا المجهود اللي دايرين مع هاد الوليدات، وحنا فرحانين بهذا الحفل اللي داروا لنا اليوم، وكنفتخروا بوليداتنا على الدراسة ديالهم ومجتهدين، وشكرا لهذه المؤسسة. شكرا، كنشكروا الأطر ونشكروا الأساتذة على المجهود اللي دايرين مع وليداتنا. اولا تنشكروا مؤسسة ميلتون سكول على هذا الحفل الرائع القيم اللي داروا، بصراحة يرقى الى المستوى الكبير بالنسبة للمدارس الخاصة. هذا اول شيء، شكر خاص وشكر العام لكاع الاطر التربوية في مؤسسة ميلتون سكول اللي شخصيا زعما اول سنة ديالهم هي هذه، وما شاء الله كان داك الشيء في المستوى. انا كأب يعني الحمد لله في مكان فيما كتحتاج اي حاجه كتلقى دائما الناس اللي كيسمعوا ليك، كيتصنتوا ليك، كيسمعوا النصائح الملاحظات ديالنا كاباء، وهذا شيء مهم عند الاباء كاملين. كيبغيو ديما يعني المؤسسه انها تصنت لهم وتعرف شنو هما مثلا المستوى ديال الابن ديالهم، شنو هما الملاحظات ديالهم كأطر تربويه بالنسبه للابن، وهذا كيعاوننا حتى حنا كاباء اننا نعاونوا من الجهه ديالنا. ممثل دار النشر والتوزيع بوكلاند بابليشين، حصل لنا الشرف اننا نضمنا واحد المسابقه ثقافيه مع مؤسسه ديال ميلتون، ودات في ظروف مزيانه، واليوم تنحضروا اللقاء او الحفل ديال نهايه السنه اللي دات في واحد الظروف مزيانه، والحمد لله هذه السنه عطات الثمار ديالها، والمجهودات اللي دارت من طرف المؤسسه والكتب المدرسيه اللي دارت يعني عطات لو فخوي ديالها. وتتعرفوا ان النهوض باللغه الانجليزيه يعني مساله مهمه جدا، خصوصا في هذه الاونه اللي غادي تعرف بان اللغه الانجليزيه غادي يكون عندها واحد الطابع خاص في السنوات المقبله، وغادي تحظى باهتمام كبير من طرف التلاميذ. وتسعى مجموعة مدارس ميلتون سكول إلى تنشئة الأجيال على درجة عالية المستوى من التربية والتعليم، وعلى أسس متينة وراسخة من الأخلاق والعلم والمعرفة، وتعتمد في هذا الإطار على طاقم إداري وتربوي متمكن ذو خبرة كبيرة في هذا المجال.